عمليه على الذكر. ملي تجي ديروا شي عمليه جراحيه كما بغات تكون سواء على الذكر ديالك او لا ماشي الذكر، اي عمليه كنتي غدير ضروري الطبيب اللي راه يفتح لك الجراح يدير لك واحد التقرير طبي بان دار لك العمليه، اش من نهار دار لك العمليه، وشنو طبيعه العمليه اللي دار لك. هذه القضيه مهمه، علاش؟ باش تبقى عندك اثبات بان يعني درتي عمليه النهار الفلاني وشنو هي طبيعه العمليه. ماشي غير دير العمليه وتعطي الفلوس وتمشي ومن بعد ما تعرفش كاع داك الطبيب شنو دار لك. ضروري اي عمليه جراحيه كما بغيتي على العينين على المنخار على كذا اي حاجه تيكون طبيب تيدير واحد التقرير طبي شنو دار النهار الفلاني وكذا وكذا. اذا هذه القضيه مهمه، يعني مهمه راه تحتاجوها بزاف في الحياه ديالكم. وهذه الحاله اليوم اللي تنعرضوا عليكم مهمه. كنا درنا واحد اللايف واحد النوبه، ومني كنت اللايف عيط لي واحد السيد قال لي الله يخليك ملي كنت درت العمليه دابا على الذكر ديالي ومن بعد دابا ما بقاش يقوم الذكر، مشكل يعني ما بقاش يقوم الذكر. قلت له شنو هاد العمليه، واش الذكر ديالك كان هكا؟ قال لي ما كانش هكا ولكن كان شويه بحال هكا، ملي تينوض يعني تيكون اعوج. والشاب مازال صغير يلا في عمره 25 سنه، حيت كاين واحد المرض تيتسمى لا مالادي دو لابيروني، تيكون شويه عند الناس الرجال اللي كبار وتيكون الذكر ديالهم كبير. وشنو تيكون داك الذكر؟ تيكون بحال واحد القويقات يعني هكا هنايا يوم هنايا، وملي تيجي ينوض الذكر ما يقدرش ينوض، تينوض عوج هكا. ولا كان الذكر عوج بحال هكا ما يقدرش يدخل. اذا هذه القضيه يعني مهمه. داك الساعه حس العمليه ما كاينش دويات تتسمى لا مالادي دو لابيروني. المهم مشات ايام وجاء عندي نفس المريض يعني العياده، بالمناسبه رقم العياده 05 22 26 90 52، والعياده موجوده في الدار البيضاء يعني البرنس مولاي عبد الله قريبه الكازابور. اذا هنايا واحد القضيه مهمه، ملي تجي ديروا شي عمليه عاوتاني دائما تستشيروا تاخذ الراي الثاني باش تعرف اشنو كاين. انا دابا علاش ما خاب ما من يستشار الله سبحانه وتعالى يقول اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يعني بعد النوبه يقدر هذا الطبيب يدير هذه العمليه هذه يقول لك بعد الثمن بشحال وكذا. المهم هذا السيد هذا دابا ملي قلبناه وجا العياده حقيقه هو دابا قلبته الذكر ديالو مزيان، الفولات ديالو مزيان، واش هي هذه العمليه باش فهموها. وفعلا تيجوني بعد النوبات بعد المرضى تنقلبهم وكذا، شنو تيوقع لهم؟ دابا ملي تيكون الذكر ديالو هاودا هكا وتيكون عنده واحد الجليده تتسمى لو سكروتوم، داك الجلده فوات ما تكون واقفه غير هنا تجي تتوقف له هنايا. هذه القضيه هذه بعد النوبه تقدر تكون من الختنه، ولكن يعني الطبيب ملي ختنو ما ختنوش مزيان. اذا شنو تيوقع؟ الذكر ملي تيقوم داك الجلده اللي هنايا تتوقفو ما تتخليش يتقعد هكا وتتجبدو تيكون الذكر عويج بحال هكا. ماشي الذكر هذا اللي فيه شي مشكل، لا الذكر ما فيه والو، هي داك الجليده اللي زعما هي اللي حابسه الذكر. بحال داك الصياده داك الحوت بحال دابا القصبه ديال الحوت، ملي تصيد شي حوته يعني داك الحوته تتجبد والقصبه ديال الحوت تدير هكا. اذا عمليه حقيقه هي بسيطه. هاد العمليه مسكين دارها ب 16000 درهم، 16000 درهم حقيقه حرام. ان هذه عمليه تتكلف حقيقه 1000 درهم 2000 درهم وكاين داكشي علاش نقولوا تستشر يعني الاطباء، جوج اطباء. يقدر هذا الطبيب يقول لك مثلا انا نديرها لك ب 5000 درهم، يقدر هذا يقول لك ديرها ب 3000 درهم، يقدر هذا يقول لك 2000 درهم، يقدر يديرها غير في العياده كاع عنده، حيت هو ما خاصلوش الذكر ديالو، الذكر ما عنده حتى شي مشكل فيه، ذكر عادي مخير طبيعي، الفولات مخيرين، عنده فقط هي داك الجليده اللي شاده هنايا. وهذيك الجليده ما تتكلفش زعما البنجنيرا والصداع والحيلاله وكذا، يعني المهم 5 دقائق ما كاملاش داك الجلده تتكون محيده. وصلت عني؟ لان هاد القضيه بعد النوبه تقدر تجي من الختانه، لان كما قلنا الجلده اللي تكون حاسه تكون واقفه هنا تجي تتوقف له هنايا، ومين تجي ينوض ما تيقومش الذكر تيولي مجبد هكا وصافي، ماشي الذكر ديالو فيه شي حاجه. المهم ومن جي دابا قلبناه مزيان والحمد لله اطمئن، لان دابا بعد ما دار العمليه ما بقاش الذكر يقوم له، ان مخلوع وخايف وكذا وسميتو. هو حقيقه العمليه ماشي على الذكر، العمليه على داك الجلده اللي لاصقه في الذكر. اذا هو الحمد لله اطمئن. ولكن علاش جبت لكم هذه الحاله؟ باش تستافدوا، تستافدوا اولا
باش ملي تجي دير شي عمليه عمرك ما دير عمليه غير هكا تستشر على الاقل جوج الاطباء، هذا تيعطيك الراي وهذا تيعطيك الراي، وتشوف الثمن بشحال هو، وتشوف التقرير الطبي ضروري. اي عمليه كيما بغات تكون، عمليه كيما بغات تكون على الذكر ولا على العينين ولا على المنخار ولا شي حاجه، ما تمشي من عند الطبيب ديالك بعد ما تخلصوا الا يعطيك تقرير طبي باش يبقى عندك اثبات شمن نهار دار لك العمليه وعلاش دار لك العمليه وشنو دار لك علاش دار لك العمليه هذه. لان كما قلنا في هذه الحاله هذه حاله بسيطه جدا، خصوصا هو دابا مقبل على الزواج، قال لي واش يمكن لي نتزوج؟ قلت له طبعا مع الذكر ديالو مخير، لان طويل شويه عنده ان شاء الله اقل من تيكون منتصب عنده 16 17 سنتيم. المهم ماشي معناته الذكر ديالو راه مزيان، حنا نقولوا دائما الذكر الا عندك غير قد هكا عادي 6 7 سنتيم، ولكن هذا الذكر ديالو كما قلنا عنده واحد الجليده اللي تتكون هابطه واللي سميتو فوات ما تلصق هنا لاصقه له هنا، اذا ما تتخليش يتقعد، ومن تيتقعد تيرجع هكا تيرجع عوج تيجيب له ربي، يعني سميتو ماشي شي حاجه يعني حاجه بسيطه للغايه جدا. اذا استفدوا يعني من هذه الحالات هذه ان شاء الله، كما قلنا الله سبحانه وتعالى يقول اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وما خاب من استشار. اذا احنا معكم دائما، شاركونا في الصفحه ديالنا فيسبوك دكتور بنيشو، شاركونا في الصفحه ديالنا انستغرام دكتور بنيشو، شاركونا في الصفحه ديالنا في يوتيوب دكتور بنيشو، وشاركونا في الصفحه ديالنا تيك توك الدكتور بنيشو. وموعدنا كل يوم الاثنين على الساعه 10 بالليل ان شاء الله، رقم العيادة 05-22-26-52، رقم الواتساب 06-64-00-95-50 أو 06-64-00-33-30 06-64-00-95-50 أو 06-64-00-33-30. إلا كنت باغي الفحص تقول أوكي، اكتبه أوكي وأنا نجاوبك إن شاء الله، ولا تقول باغي الفحص أو لا جو في اون كونسلتاسيون أو لا اون تيلي كونسلتاسيون. حاجة أخرى، ردوا بالكم واحد النصابة واحد المجرمين تياخذوا لي فيديو ديالي ويحاولوا يبيعوا لكم بعض يعني العشوب ولا بعض المواد السامة، تقدر الله يستر تقتلكم ولا شي حاجة، عمركم ما تشريوا شي حاجة يعني من الفيسبوك ومن اليوتيوب وكذا إلا إذا كانت بالوصفة الطبية، إلا إذا كان الطبيب هو اللي كتبها لكم. شكرا لكم وأدام الله عليكم الصحة والعافية.